بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا العنوان مستخلص من هو جزء من الآية 143 من سورة البقرة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أولا أتوجه لكم بالشكر لها على هذه الدعوة الكريمة التي شرفتمونا بها في الحقيقة لتمكننا من رؤية هذه الوجوه النيرة في هذا الشهر الكريم الذي سيودعنا بعد قليل، بعد أيام. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يثقل موازينكم وموازيننا بالحسنات، وأن يعيده علينا وعلى أمتنا ووطننا بالخير واليمن والتمكين والبركات. هذه الآية في الحقيقة هي آية عجيبة، كما قال القرآن على لسان الجن المؤمنين: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذه الآية في الحقيقة تكلف الأمة وتشرفها، فيها تكليف وتشريف. تكليف لأمة الإسلام لأنها يجب عليها أن تقيم هذا الدين وأن تحقق شهادتها على الناس لتكون شهداء على الناس. وإقامة الشهادة على الناس ليس بالأمر الهين، لأن الشاهد لا بد أن يكون حاضرا، الغائب لا تقبل شهادته. الشاهد لا بد أن يكون حاضرا. تصوروا معي لو أن شخصا طلب منه أن يشهد على أمر معين ولكنه كان غائبا في ذلك الأمر، هل تقبل شهادته؟ بمعنى آخر، لو وقع نزاع بين اثنين وعرض الأمر على القضاء وأحدهما يحضر معه شاهدا ليساعده على الحسم في القضية، القاضي يسأل الشاهد يقول له: هل كنت حاضرا في موضع النزاع؟ وإذا تعلق الأمر بعقد من العقود، هل كنت حاضرا عند إبرام العقد؟ تصوروا معي، يكون الجواب بالنفي، يقول له ما حضرتش. على بكم واش يصرى؟ هذا الشاهد يتابع جزائيا لأنه ارتكب جريمة تضليل العدالة. يقول انت جيت باش تضلل العدالة، انت ما كنت حاضرا، فكيف تقبل شهادتك؟ فهمنا الأمر. الآن نسقط هذا على الأمة. تصور هذه الأمة، أمتنا، إذا كانت غائبة تكنولوجيا، غائبة اقتصاديا، غائبة حضاريا، غائبة، يعني بصراحة كيف تقبل شهادتها؟ وهذا أمر في الحقيقة. هذه الآية، وأشكركم على اختيارها، لأن هذه الآية تحفز الهمم، تحفز الهمم وتجعل أمتنا تراجع تاريخها، تراجع مسيرتها. هي مسيرة مشرقة في سابق الأيام، ولكن مسيرة محزنة في هذه الأيام، مسيرة كئيبة، مسيرة مطبوعة بطابع التخلف، والتخلف كل لا يتجزأ. هذا أمر لا ينكر،
حينما نقول هذا الكلام كما يقول الطبيب مشخصا للداء. الطبيب يدير دياغنوستيك نتاعو، يدير تشخيص فقط. الطبيب لا يتمنى أن هذا يمرض ولا، يقول لك هذا هو الحالة نتاعو، حالته محزنة. وكذلك أمتنا للأسف الشديد. إذن علمنا الآن كيف أن هذه الأمة مكلفة بهذه الآية، وكأن هذه الآية تدعو الأمة إلى أن تعمل، إلى أن تحقق حضورها في مجال الحياة وفي جميع مجالات الحياة، حيث كانت غائبة وهي غائبة في معظم مجالات الحياة. حاضرة بمساجدها، نعم، حاضرة بكثرة عمار المساجد، حاضرة بمظاهرها، ولكن غائبة في كثير من ميادين الحياة. وهذا الكلام لا يزرع اليأس بقدر ما يزرع الأمل، ولكن ويزرع في الوقت نفسه الهمة، يوقظ الهمة ويشحلها ويدفعها إلى المراجعة السريعة الفاعلة من أجل استدراك ما فات. وهناك تشريف لهذه الأمة، تظهر مظاهر التشريف، أن جعلها شاهدة على الناس، تشهد على الناس. نوح عليه الصلاة والسلام شيخ الأنبياء يطمع في هذه الأمة أن تشهد له ولغيره من النبيين، كيف أن النبيين بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. لذلك نوح ما آمن به إلا القليل، ما آمن به إلا القليل، وتعلمون سفينته كم كانت حقيقة خالية من البشر، ولكن عدد الحيوانات كما يقول العلماء أكثر من عدد البشر الذين ركبوا سفينة نوح. وعمر الدعوة 950 سنة وهو يقول لهم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. 950 سنة وهو يدير الدعوة ما حبوش يسمعوا له، بل استهزأوا به، كان يغرس الأشجار وينتظرها كي تكبر يقطعها باش يكمل البنية نتاع السفينة، يقولوا شبيه هذا المخلوق هذا واش راه داير، يستهزئون به. ولكنه مع ذلك كان يدعوهم إلى الله عز وجل ويعمل على استمالة قلوبهم بهذا المنهج الذي بينته هذه الآية التي قرأناها الآن: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الوسطية تظهر في خمسة مجالات. المجال الأول المجال العقدي، وسطية هذه الأمة، فعقيدتنا الإسلامية وسطية ليست متطرفة. كيف ندرك ذلك؟ حينما ندرس تاريخ العقائد، مثلا عقيدة الفينيقيين، والفينيقيون تركوا بصماتهم في دنيا الناس في المجال الحضاري، ولكنهم في المجال العقدي هناك انحراف كبير جدا عند الفينيقيين. وحينما ندرس حضارة، ندرس حضارة الأكاديين أو الآشوريين أو البابليين، حضارات ما بين النهرين دجلة والفرات، أو ندرس الحضارة الفرعونية المصرية القديمة، أو ندرس حضارة الرومان أو حضارة الإغريق اليونان، هي حضارات متمكنة، حضارات بنت وتركت وخلفت وأبدعت بيقين. حضارة اليوم، الحضارة الغربية المهيمنة، لم تظهر ولم تتقدم هكذا من فراغ، بل انطلقت من الحضارة السابقة، منها الحضارة الإسلامية كما عبرت عن ذلك المستشرقة الألمانية سيغريد هونكا التي كانت ضيفة الجزائر في 1985، صاحبة كتاب شمس الله وشمس العرب تسطع على الغرب، وقد
اعترفت بيقين أن الحضارة الغربية المهيمنة اليوم يعود الفضل الأكبر إلى الحضارة الإسلامية. ولكن حضارة الغرب اليوم تطورت كثيراً وأبدعت وأثمرت وكانت حاضرة في جميع ميادين الحياة. إذن الحضارات القديمة رغم أنها تطورت وأبدعت في مجالات شتى ولكنها تخلفت جداً في المجال العقدي. وأصحاب الديانة أيضاً حرفوا عقيدتهم وعقائدهم. أذكر على سبيل المثال اليهود قالوا عزير ابن الله، وهذا انحراف ليست وسطية. والمسيحيون منهم من قال أن المسيح ابن الله ودخلوا في عقيدة التوحيد وحرفوها، فآمنوا بما يسمى بعقيدة التثليث لا ترينيتي، باسم الأب والابن وروح القدس le père le fils le saint esprit. وهذه العقيدة بالمناسبة عقيدة قديمة تمتد إلى 4000 سنة قبل الميلاد، 4000 سنة قبل ميلاد المسيح عليه السلام. إذن هناك انحراف عقدي. وأين تكمن الوسطية؟ عندنا نحن معاشر المسلمين. ربنا قال في القرآن الكريم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال في سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن عقيدة الإسلام عقيدة وسطية، وتتجلى الوسطية في محافظتها على عقيدة التوحيد كما أنزلها ربنا جل جلاله. الأنبياء جميعا للمساجي للبروفيت، جميع الأنبياء جاءوا بعقيدة التوحيد، والتوحيد هو عين الوسطية. وقد حافظنا على الوسطية والحمد لله، لأننا وحدنا الله ونقول باستمرار في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، ونقرأ قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤان أحد. المظهر المجال الثاني هو المجال التعبدي. أيضا عبادتنا في الإسلام وسطية، فلا رهبانية في الإسلام، ليس هناك رهبانية، فعبادتنا ترشدنا إلى تحقيق التوازن. التوازن، هناك عبادة الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة تحافظ على توازننا وتجعلنا نلتقي مع الله عز وجل 5 لقاءات في اليوم، والصلاة من معانيها الصلة. ويأتي رمضان المعظم ليختبرنا، ليختبر إرادتنا، ليختبر طاقاتنا، ليختبر قدراتنا في الصيام، في التخلي مؤقتاً عن المأكولات والمشروبات. بالمناسبة اليوم هو أطول يوم، 21 جوان 26 رمضان موافق لي 21 جوان، يوم طويل لا يهم، المهم نحن نختبر، نسأل الله أن نكون من الفائزين. إذن نختبر في التخلي عن المباحات، عن المأكولات والمشروبات طول النهار، وكذلك نختبر في تعاملنا مع القيام، قيام الليل. الكثير منا لا يقوم الليل طوال السنة، ولكن الكثير منا يقوم الليل في خلال هذا الشهر الفضيل. هذا لون من ألوان الاختبار لنا، كما يختبرنا الشرع أيضا ويختبر الإسلام في أموالنا. فقد نجد شخصا يصلي ويصوم العبادات المجانية، ولكن الزكاة مشكلة، لأنه يختبر في المال. والإنسان كما قال القرآن وتحبون المال حبا جما، نختبر في المجال المالي. والزكاة عبادة مالية اجتماعية اقتصادية نفسية متعددة الأبعاد. إذن نختبر في المال، وقد قال ربنا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، سورة المعارج الآية
24 وكذلك الآية 25. ونختبر أيضا في قوله تعالى في الآية 110 من سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالزكاة شقيقة الصلاة. ونختبر أيضا في سورة التوبة الآية 60: إنما الصدقات تحول ثمان أصناف، ثمانية أصناف، للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى نهاية الآية 60 من سورة التوبة. إذن هو اختبار، اختبار في المجال المالي، في هذا المجال الحيوي. ثم يأتي الحج. الحج عبادة بدنية، عبادة مالية، فيها سفر، فيها رحلة، فيها فيدروت، فيها ورقة الطريق لا بد أن تتبع بدءا من الميقات حيث الإحرام وهو الركن الأساس، وهكذا إلى أن تنتهي رحلة الحج. إذن هناك وسطية تتجلى في مجال العبادات. المجال الثالث وهو مجال مهم جدا، المجال التشريعي، الجانب التشريعي القانوني. أيضا هناك موازين، هناك وسطية، كقوله تعالى مثلا في سورة البقرة الآية 275: وأحل الله البيع وحرم الربا. البيوع المباحة لها شروط، والربا محرم، فتتحقق الوسطية من خلال إبرام عقود البيع المباحة المشروعة والتخلي عن عقود الغرر والتخلي عن العقود التي فيها الربا أو شبهة الربا بجميع أنواعه، كربا الفضل وربا النسيئة. أقول إذن في مجال المعاملات في المجال التشريعي نجد شريعة إسلامية وسطية تضبط حركة حياتنا، كما قال ربنا في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهذه الشريعة فيها الوسطية، شريعة تمزج بين الواقعية والمثالية وبين الدنيا والآخرة، بين الروح والجسد، بين الروح والجسد، بين الحاضر والمستقبل، وتضع لنا نقاط التوازن والوسطية والاعتدال بين جميع المتقابلات وبين جميع المتضادات. إذن هذا هو المجال الثالث وهو المجال التشريعي. فسمحت الشريعة مثلا، سمحت الشريعة بعقد القراض، بعقد المضاربة، كأن يأتي شخص مثلا يملك مالا، يملك مالا، والآخر يملك معرفة، فيبرمان عقدا يسمى بعقد المضاربة، بعقد المضاربة. فهذه قمة الوسطية والاعتدال. لو لم تبح الشريعة مثل هذا العقد لضاع المال وضاعت المعرفة. شخص يملك مالا ولكن لا يعرف كيف يتاجر أو كيف يستثمر، عنده دراهم ما يعرفش التجارة ولا ليزانفستيسمون ما يعرفش، والآخر يملك معرفة ولا يملك مالا. لو كان الشريعة لم تسمح بمثل هذا العقد، المال يضيع، يزول، يعني ينتهي، يعني ينقص تدريجيا، والمعرفة لا معنى لها. ولكن الشريعة ربطت بينهما بعقد اسمه عقد القراض أو عقد المضاربة، فكلاهما يبرم عقدا مع الآخر يسمى عقد المضاربة، وبعد ويتفقان سلفا على تقسيم الأرباح، والشريعة سمحت بتقسيم الأرباح مناصفة بالاشتراك، أو بتوزيع الثلث والثلثين، أو ثلث أرباع والربع، كل ذلك مسموح. وهذا مظهر آخر للوسطية، لأنها هذه الأحكام في الحقيقة تحفز الناس على الاستثمار. يكون إنسان مثلا عنده مليار سنتيم، يقول لك المليار هذا ناكل منه حتى يروح، ويجيب لك ربي واحد
خبير في الاستثمار، يدير معك مفاوضات، يقول لك نعم استثمر مليار نتاعك ولكن تعطي لي دو تيار نتاع الارباح، ثلثان. بمعنى اذا كان ربحنا 600 مليون انت تدي 200 مليون وهو يدي 400 مليون. الشريعه سمحت بهذا، وانت المهم المليار نتاعك يخدم وراك مستفيد. اذا كان كل شهر ولا كل 6 شهور يدخلوك 200 مليون ارباح، طبعا ماذا بيك؟ ولكن هذاك الخبير يقول لك انا خبير، عندي دراسات وعندي اقدميه وعندي خبره طويله في مجال الاستثمار، ماشي كيما واحد ما يعرفش ما عندوش خبره، تعطي له مليار بعد 3 شهور يقول لك خلاصو درت مشروع وخسر. المجال الثالث مجال التشريعي، والامثله كثيره. المجال الرابع هو المجال الفكري. الفكري انتم تعلمون ان الفكر قد يعتدل وقد يتطرف. الفكر، فكر الإنسان قد يكون معتدلا وسطيا وقد يكون متطرفا إكستريميست. الإكستريميزم هذا جماعة الخير نراه ونبصره، والفكر في الحقيقة هو أساس السلوك، هو البوصول لتوجه السلوك. اللي عنده فكر معتدل يعتدل في سلوكه، إذا كان عنده فكر متطرف يتطرف، إما يكون في طرفي النقيض، إما إفراط إما تفريط. الوسطية خاطئة. وطبعا الفكر إذا تطرف دمر الكثير من الفتن التي تعيشها أمتنا إلى الآن، سببها الفكر المتطرف. الكثير من المآسي والفتن التي وقعت في أمتنا سببها الفكر المتطرف. والإسلام في الحقيقة يضبط فكرنا ليتخذ المركز الوسط ويبتعد عن طرفي النقيض، الإفراط أو التفريط. فالمجال الخامس والأخير هو المجال التربوي، المجال الأخلاقي. أيضا إسلامنا يضبطنا في المجال الأخلاقي. نعطيو ندخلوا في عالم القيم. مثلا ما معنى الشجاعة؟ الشجاعة صفة خلقية. الشجاعة وسط بين رذيلتين، بين التهور والجبن. واحد إما يكون متهور يصدم برك، هذا ماشي شجاع، هذا متهور، دايما يجيبها على راسه ويزيد معاه الضحايا. ولا واحد يكون جبان، جبان الجبن صفة ذميمة. الشجاعة ما هي؟ الشجاعة وسط بين رذيلتين، إحداهما التهور والأخرى الجبن. نأخذ أيضا صفة أخرى مثلا الكرم، الجود والكرم. هو صفة معتدلة وسطية بين رذيلتين، بين رذيلة البخل أو الشح ورذيلة التبذير أو الإسراف، كلاهما مرفوض منبوذ. الإسراف منبوذ والتقتير أو البخل منبوذ. الوسطية ما هي؟ الكرم والجود، كما قال الشاعر العربي القديم حينما تحدث أحدهم حديثا أمامهم ونطق شعرا ذلك الشاعر قائلا: كرم تجلى في كلامك ماثلا ويظهر عتق الخيل من أصواتها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والسلام عليكم ورحمة الله.